طبعا لون الفستان ايه اللي هتلبسه عشان يعمل ميك اب كله متناسق وهي تكون قايمه راضيه بنفسها. هي في النهايه عايزه تلاقي نفسها حلوه. الوش بقى بيتعبك ولا وشهم صافي كويس؟ لا زينا زي المصريين. في الصافي وفي المتعب وفي كل حاجه. بس ايكو ايجيبت انا كمان اتكلم من 70 بنت من جميع الدول. طب ايه رايك في ميس اوروبا الاسيويه؟ زي الامر النهارده في باريس اللي احنا بناخدها معاها. هاي ايفري وان اون ذا سكرين، اي ام ميس ايكو باراواي 2017 اند اي هوب تو سي اول اوف يو ات اي بي ام رايت هير. واتس يور مسج تو ذا وورلد؟ Well, if I have the honor to become Miss Echo International tonight, I guess the message that I would like to spread to everyone is that we only have one planet, and this planet is screaming for help, and we have to take action now. Not tomorrow, not in today, it has to be now, and has to be to everyone to make little action to make a big change happen. I know Egypt is well known for its history and the pyramids and everything, right? So I don't need too much effort to talk about Egypt, but the only thing I can say more about Egypt is the kindness of the people of Egypt. I have been treated so well. I fell in love of Egypt, and I definitely come back here. Thank you, and I hope to win. I hope that you, Sukran. كلمينا بقى يعني بتختار ازاي شكل المكياج لكل بنت؟ والله هو على حسب وشها ملامحه عامله ازاي وعندها مساحه فوق عينيها ولا لا، ممكن احط الوان كده يعني. بتكلمي معاهم ولا بتختاري؟ بسالهم. لا بسالهم الاول بشوف ايه المفضل اللي بيحبوه يعني، وبعد كده بشوف انا بقى بشوف ملامحها هل هتمشي معاها ده ولا ممكن اعمل ايديت لحاجه معينه. يعني عملت كام بنت لحد دلوقتي؟ دلوقتي فور. فاضل لي كده فاضل لي حبه حلوين. لسه في 70 بنت يعني. لسه في كتير. ربنا معاكي. ونتكلم بقى مع يعني الجميله ايسل خالد ملك جمال مصر لاسيا. اول ازيك يا ايسل؟ الحمد لله تمام. الحمد لله كويس. النهارده بقى انت بتحضري طبعا ك يعني كوين النهارده. بالظبط كده. احساسك ايه بقى وانت شايفه البنات دلوقتي في نفس الزنقه اللي انت كنت فيها زمان؟ هو نفس الاحساس، بيبقى الواحد خايف شويه على مبسوط اللي هو اخر يوم خلاص، وبنبقى مستنيين نعرف مين فينا اللي هيكسب وكده، بتبقى لحظه توتر على لحظه فرحه وقلق يعني، بيبقى ميكس فيلينج على بعض كده. اخترتي ايه رايك في البنات؟ انت في الاوضه مع في الميكنج اهوت مع البنات، فشايفه مين البنات اللي ممكن يكسب كده؟ هم البنات كلهم حلوين، بس انا شايفه فيهم مكسيكو حلوه وسبين مولدوفيا. لا مولدوفيا حلوه برضه، اتكلمت معاها بنت لذيذه. وبلجيم. لا في بنات كتير قوي حلوه يعني، وطبعا على راس مصر يعني روان. في حيره طبعا كتير. بالظبط. عايزه توجهي لهم ايه بقى كلمه؟ بقول لهم ربنا يكون معاهم، وان شاء الله يعني البنت واحده بس اللي هتفوز، بس كلهم اكيد فازوا ان هم خدوا اكسبيرينس حلوه، اتعرفوا على بعض يعني. فكره ان انت تكون قاعد وسط 55 دوله بتعرف عاداتهم وتقاليدهم وكده، دي في حد ذاتها يعني مكسب كبير قوي. اشكرك جدا. ميرسي.